لحد الآن في القيادة العامة أنا اسمي مع الشهداء. كان تفتيش اللي هو بريطاني فمسكته مع مترجم لبناني. نعم. بيحكي عربي، قلت له أنا يا أخي عسكري أردني. أها. من 67. لا هوية معي ولا جواز سفر ولا شيء ولا شيء. الحجي يا أبوي بقول له يا أخي يا حجي بدي دار حسن الجعباني. قال له ايش؟ بقول له أنا ابنه محمد. قال لي يا ريت نشوفه أموت. بدي أعيش. أنا والله ما بهمني لا مصاري ولا شيء، أهم شيء إني عشت مستور وربيت الأيتام وحسن تربيتهم. دي ابني يعيش زي جيراننا، زي أي طفل. ما بدي فيلا ولا بدي سيارة ولا طيارة. بدي سترة. دمع الرجال غالي لكن لو نزل تدرون شو معنا، وصوت الصمت عالي يقطع صوته كل شوي عني وآه.